بابا حبيب قلبي اللي عمره ما رفض لي طلب. كذاب، ورفضت لك كتير ومفيش فلوس. فين بقى بابا؟ ما تلم نفسك يلا، الدراسة بدأت من بدري وانت جاي تتمرق عشان تاخد فلوس وتخرج. مفيش خروج من هنا لحد ما الدراسة تخلص، تمام؟ يا بابا خروج يا بابا، حضرتك عارف ان المدارس بدأت واحنا دلوقتي في دراسة، ومفروض دلوقتي اجتهد واذاكر عشان اعرف انجح. وبعدين حضرتك انت ايه اللي بتقوله ده؟ انا جاي طالب منك مذكرة، عايز فلوس عشان اجيب مذكرة، يعني انا دلوقتي جاي طالب علم. طالب علم؟ والله طالب اتنين اندومي وواحد كريب وبيبسي في السايبر انت وصاحبك السرسجي يا كداب. يا انت فاكرني كرودي انا هرشك وفاهم كل حاجة. استغفر الله العظيم. يا بابا انت ليه ظن فيا سوء ظن السوق اللي هو السوء الظن فيا ليه؟ انت بتقول ايه؟ استغفر الله. بابا انا بجد لو ما جبتش المذكرة دي المدرس قال لي مش هجيب مذكرة مش هينجح السنة دي. على اساس يا اخويا ان انت لما كنت بتشتري مذكرات كنت بتنجح. يا بابا اسقط يا بابا. يا رب. وعامل كام اليومين دول الزفت اللي انت عايزه ده؟ عامله 150 جنيه بس. انا هعد لغايه 3 على ايد النعمه، لو لقيتك قدامي هقوم اكلك 150 جلده. هي بابا طب هقول لك